تحية لشبكة مراسلي قناة الشروق في كل مكان في السودان. بنقول دائما النبض الحي للولايات المختلفة، بيحكسوا لنا ثقافة وتراث الولايات المختلفة. بنتواصل معكم عبر صباح الشروق. كل تأكيد يمضي التواصل بيننا وبينكم وتفاعلنا مع الأحداث المختلفة دائما حاضر عبر صباح الشروق، لأنه هي دي المساحة الخدمية. سعيد أنه عبر هذه الفقرة التحليلية ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ والزميل الصحفي الأستاذ عماد أبو شامة، عشان بنتكلم عن فيضان السودان لهذا العام بصورة عامة، ونظرة أيضا للجديد عمران بصفة خاصة. أهلا بك وصباح الخير. مرحبا عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير على الجميع. أهلا بك. نتحدث عن فيضان هذا العام، فاق كل التوقعات في السودان، ارتفاع مناسيب النيل التي لم يشهد السودان هذا الارتفاع منذ أمد قريب، يعني إذا رجعنا للتاريخ ولأعوام عديدة. نعم يا حسام، بالتأكيد الفيضان كان فوق التوقعات، وكانت المياه مهما كان الناس يعني وصفوا الحال، نعم يعني ما تتخيل مستوى المعاناة اللي عانوها الناس بسبب الزيادة الكبيرة في المياه هذا العام، رغم أن الناس كانت في البداية متفائلة أنه العام ده ممكن تكون يمكن مية المياه أقل من العوام السنين اللي فاتت. نحن عانينا برضو، المياه كانت حاصرت المنازل، لكن الناس قدروا سيطروا عليها ورجعت بعد ذلك، عملوا معالجات أنه الناس عملت مصاطب قدام المنازل وفي الواجهات، غوت الجسور المؤدية للأحياء ذاتها بشكل كبير جدا، وكانت متفائلة لدرجة ما تتخيلها. لكن حتى الحديث على مستوى انه والله تسد النهضه والسنه دي قد ما تجي مويه وما يكون في فيضان، وفعلا قبل الفيضان بفتره بسيطه جدا لو لاحظتم انه المويه كانت منخفضه جدا في النيل. ايوه كانت منخفضه لدرجه انه الناس تخوفوا من انه يحصل جفاف وكذا. ففجاه جات الزيادات الكبيره، زيادات كبيره وغير محموده، وبدات الناس برضه ما كانت متخيله انه هو فيضان عادي، انه ممكن يحاولوا يتغلبوا عليه وكذا. لكن الزياده كانت بشكل يومي وبشكل متلاحق، لدرجة أن الناس ما كانت قادرة تسيطر على الموية، يعني غوت جسور بشكل كويس، كانت في مساعدات على المستوى الأهالي، جزء من الحكومة ساعدت الناس أنه والله يغوت جسورهم كده، لكن بعد ذاك بقت أكثر من إمكانية، حاصرت الناس في بيوت سقطت، في ناس حاولت تقاوم، فعلا صمدت 6 و7 يوم، لكن في النهاية يكاد يكون شفت المنطقة الجديدة الثورة بالنسبة لا تغيل عن 70% ما عدا المنازل القريبة من الظلم. يمكن الناس الجزء من الناس اللي تهدمت منازلهم لجولها هي نجت من هناك، او زول مؤسس بيته بحيث انه يكون يعني تدخل المويه وتطلع كده، لكن في النهايه هو تاثر. طيب عماد ابو شامه، منطقه الجديد عمران هي ممكن تبعد 35 كيلو من المركز الافريقي وجامعه افريقيا، نعم، او هي قبل جياد. اللي حصل في منطقة جديد عمران بينطبق على القرى اللي حولنا؟ هي بالضبط، جديد عمران تعتبر عينة عشوائية للي حصل في السودان كله، لكل المناطق المتاقمة للنيل. طيب سؤال، الآن الصور اللي بنشوفها دي كلها هي من جديد عمران فقط؟ لا، ما كلها من الجديد، لكن في حتات كثيرة. أنا الصور اللي أرسلت عليكم هي أغلبها من منطقتنا يعني، لكن في صور عامة طبعاً لو لاحظتوا صور المنطقة بتاعت الخرطوم دي وشرق النيل والكلاكل القبة والمناطق دي تكاد تكون المياه، لو في صور ممكن الصور على الشاشة كده. على الشاشة بالضبط كده. دي جديد عمران؟ دي جديد، أي دي جزء منها جديد، ودي يمكن تكون بداية الفيضان، لكن هسي اليوم لحد ما إنه يمكن يكون غطى على جزء كبير جدا من الناس، ويا دوب المويه بدات تتراجع، لكن لسه عاليه وشكل كانه محيط يعني. في تراجع يعني في تراجع يا دوب اليوم من امس والليله، لكن تراجع ضعيف، ذلك يكاد يكون ضعيف. وبرضه في توقعات انه والله تجي زياده، لانه هو النيل ده في البدايه نقص بشكل كبير والناس خلاص اطمنوا، ثاني جات الزيادات الكبيره اللي وصلت الناس. نعم، معنا على الهواء الصوره اللي ارسلت علينا، نشوف حجم الضرر الكبير اللي تعرضت له المنازل. دي المنازل شفتها اكيد، وفي اغلب الناس طبعا ما قدرت تطلع حتى عفسها جوا، او كان عندها امل انه والله تقدر تقاوم وتخلي حياتها يعني. هنا تحديدا النسبه بتاعت المويه، ايوه داخل المنزل يعني، دي داخل المنزل، دي بالضبط كده. وفي مياه مع الشباك يعني، في الايام الاخيره دي المويه مع الشباك، اسي انت لو لاحظت دي قريب للشباك المويه. ايوه الصوره دي، فاسي ده بيتنا، دي بيتنا بالمناسبه في بدايه يعني، خلاص احنا دي مصلبه بنت كنا عاملينها باعتبار انه والله ممكن تحمل النيل وكذا. المصلبه دي كان فيها 3 شوالات، انت برضه بيتكم يتضرر من ايوه انا بيتي تقريبا انتهى يعني، فكانت 3 شوالات فوق الجسر اللي احنا عملناه قديم يعني. وحاولنا نغاوم ومساعدات، وبيجوا عمال من برا وكذا، وفي النهايه
بتلقى نفسك الناس دي طلعت مشت وين سجيد عمران؟ والله اغلبهم الحتات اللي قاعدوا فيها اغلبهم جو الخرطوم طبعا المسافه وها بعيده اهل والله لا لا بيجوا اجروا وبيقعدوا كده. في بعض الاهل اللي استضافوا الناس يعني بطريقه السودانيين انتم عارفين ديل اكيد انه والله اللي عندها خالتها عمتها كده فوق كده مع الزلط مشوا عليهم وان كان هي ذاتها ما بيوت كثيره النجت من من الفيضان يعني. جميل. لكن جهودكم الشعبيه كابناء المنطقه الشام ما تحدوا من المخاطر دي وجهود ضد الفيضان والسيول بس كانت هي مجرد جهود شعبيه وشايفينها كيف التغيير بالنسبه لها؟ هي جهود شعبيه حقيقه محدوده كانت وتمثلت في انه والله الناس يقووا الجسور وفعلا قدروا وبالمناسبه جمعوا اموال كبيره جدا استخدموها جدا في تعليه الجسور في ابناء المنطقه يعني وابناء المغتربين وكذا وحاجات زي دي. طيب فغووا الجسور واطمأنوا تماما يعني كان في اطمئنان غير عادي حتى بعد الغرى اللي حولنا يعني اصابه ما اصابه نحن كان عندنا ثقه بانه والله الشيء اللي عملناه ناس جديد عمر السنه دي ممكن ينجيهم يعني ممكن يطلعوا جهود شعبيه ومرفقه لها جهود رسميه جهود رسميه محدوده يعني في حدود انه والله الناس ساعدونا وفرقوهم كده نعم فحاولوا يعملوا الشيء ممكن لكن انا افتكر انه معاليات الفيضانات دي معاليات كيف افتكر مؤقته ودائما بتحصل محتاجه يعني لحل جذري حل جذري بالضبط أيوة. وحل جذري مش للجديد او للخرطوم او لاي حته لابد انه يكون في حل جذري للحاصل في موضوع الفيضانات ده بشكل عام تاريخيا يعني لو مسكناه نحن بتاريخنا القديم من 48 بيتكلموا عنه كمثال عالي لانه الفيضان حصل فيه وما حصل فيه ليه نحن دائما نحن ليه نحن بنصير نسكن في مسار النيل يعني او في شريط النيل هو ده السؤال اللي كنت عايز ايوه سألني. الشريط النيلي اللي بيخلينا نحن النيل ده ما عنده مسار ولما تزيد المويه عنده برضه بيتمدد في حول المساحات اللي حوله التخطيط الاستراتيجي المفروض تعمله الدوله مش الحكومه دي ولا الجبليه ولا الجبليه اذا كان في تفكير مستقبلي وانا ما انتظر نتيجته الليله ولا بكره المفروض ننتظر نتيجته على المدى البعيد 30 40 سنه استراتيجيه فيكون في قوانين صار منه والله يعني انت اذا كنت اسست المشاكل الكثيره اللي لاحظتها الفتره الاخيره دي انه في مناطق في اراضي زراعيه استصلحوها لسكنيه وحولوها يعني واحد تلقى عنده مزرعه حولها ل 20 قطعه سكنيه وبعد ذاك لو لاحظتها في مشاكل النظام السابق اللي حولوها دي واحده من المشاكل انت ليه تحول الاراضي الزراعيه لسكنيه ده غلط وطبعا الاراضي الزراعيه الموجوده الان المفروض تكون زراعيه وتديها مساحتها الكامله والمساكن تكون في حته يمكن نعم يمكن يا عماد نحن طبعا ربما نكون جيل التسعينات ما سمعنا بالفيضان قبل كده فيضان 46 اللي ذكرته فيضان 88 تفتكر انه الفيضان اللي جه في السودان 2020 ده فيضان يسمى وحجم الضرر اللي ممكن هو اللي لحق بالقرى اللي تاثرت من هذا الفيضان فيضان 2020 اكبر انا في نظري وطبعا حسب التقديرات الرسميه ايضا يعني هذا اكبر فيضان يمر على السودان بشكل عام حتى 46 ايوه نعم حتى 46 اللي بيضربوا فيه المثل ده اكبر منه بكثير لانه حتى لو لاحظت الاحصائيات اللي بيطلعوها ناس وزاره الري وناس الارصاد النيل في المحابس العليا كل زياداته كانت فوق التوقعات يعني كانت اكبر من الشيء المعتاد بشكل كبير حتى المياه حتى محطات المياه في في في, في النيل فغمرت المياه تماما نعم. بشكل عام طبعا رغبه رسميه واضحه مياه عام لم يمر على مناسيب النيل ارتفاع زي الارتفاع نظر الله دائما السلام والرضا حجم الاضرار وحجم الخسائر الان وفي احصاءاتكم خلينا نقول الجديد الثوره والجديد عمران على وجه التحديد لانه قلنا دي نموذج عشوائي او عينه عشوائيه لما يحدث في كل الاهل في السودان يعني الان ونحن دائما امنياتنا معهم بالخير لكن لازم يكون في رصد لحجم الخسائر بالضبط عشان ما نشوف التفاعل حيكون كيف الان نحن عندنا فتره بتاعت انه والله دايرين نحد من الاضرار وبعد ده حتكون في اعاده تاهيل طبعا واعاده وجبر للضرر حنجيب على تساؤل لكن استاذنك اولا وكل مشاهدينا بعد الفاصل نعود لنستقبل معكم صباح الشروق
نتواصل معكم مشاهدينا الكرام عبر الساعة الثانية من عمر صباح الشروق. نحيي جميع الذين انضموا لمتابعة البرنامج الآن. ويمكن كان قبل الفاصل معنا الصحفي الزميل الصحفي عماد أبو شامو للحديث حول فيضان السودان اللي اجتاح معظم قرى وولايات السودان هذا العام. أنا دائما بقول إنه نحن يعني في الفترة الجاية أستاذ عماد محتاجين للنفرة الشعبية، للجهود الشعبية، لتكاتف الأهل، لتكاتف الوطن الحي مع بعضهم. وأقول عجبوني الليلة جو ترسوا البحر صددوا. نحن من خلال هذه الجزئية للفنان حمد الريح عايزينك ترسل رسائل لإنه الناس تتكاتف مع بعض من خلال إنه نقدر يعني نواجه هذه النقطة اللي بقول إنه حاجة بسيطة إن شاء الله نقدر من خلالها نعبر لقدام إن شاء الله. والله حقيقة لا سبيل ما لم تتضافر الجهود الشعبية خلال الفترة الفاضلة بمستوى الدمار اللي حصل للغورة دي ومستوى المعيشة للناس اللي أنتم عارفين إنهم ضعيف. يمكن الواحد قد يعجز عن بناء حاجة بسيطة أو أقل من غرفة يعني عشان يعود لمنزله وكده. فلا بد من تضافر الجهود الشعبية، لا بد من الشباب الأحياء وليان المقاومة يفتكر له جهود كبيرة في الفترة الأخيرة دي، لازم يجتهدوا في أنه والله يكونوا فرق لإنغاز الأسر الممكن يعني بعد عودة المياه، يعني بعد عودة المياه والناس ترجع. أو حتى إذا كان في تخطيط آخر أنه والله الدولة تشوف أنه هل في إمكانية لعمل جسور دائمة بحيث أن الفيضان ما يهدد الناس بشكل كبير يعني، وبعد ذاك ما تصل المويه للمنازل. دي واحده من اهم المشاكل. نعم المفروض نعم. تخلي الناس يعملوا شنو انت عشان المويه ما تصل. فبعد ذاك تجي الجهود اللي حافظين انه هل الناس فعلا تعيد منازلها دي في مناطقها دي ولا تشوف يعوضون تعويضات في حته امن. مساله جبر الضرر هذه مساله مهمه جدا وكنت قد سالت عنها. نعم. يعني قبل الفاصل في كثير جدا من المبادرات على مستويات مختلفه. مثلا واحده من المبادرات اللي شفناها على الفيسبوك حال المبادرات الفرديه الكثيره لشاب عبد المنعم محمد اللي بيتكلم عن انه هو مستعد مثلا انه يساهم اسهام معين. عاوزين نتعرف على المبادره بتاعته. هو معانا الان عبر خط الهاتف. عبد المنعم اهلا بك، صباح الخير. الله صباح النور. الله يحييك يا استاذ، اهلا بك. ومعنا الان انه اي زول عنده عفش غرقان في البحر عايز يطلع، اي زول عنده حاجه الان في شكل مبادره حسب ما هي واضحه معنا انه انت عندك دفار. خلينا نتكلم عن المبادره دي والبادره الطيبه دي يا عبد المنعم. الله يديك العافيه يا استاذ. والله انا طبعا ساكن منطقه اسمها الكنجر شرق الثمانينات جنوب الجيل. نعم. وكنت قاعد اجيب الدفاع المدني لمحليه الجيل الايام اللي فاتت دي كلها، شايف الناس مضغوطه والمحليه مضغوطه وتصديرا على الشيء الحاصل عليهم ان شاء الله. عبد المنعم نحن بنحييك عبر صباح الشروق، وده يعني انت نموذج من نماذج السودان المشرق اللي بيقدم خدمات جليله، ودي حاجه انت ما مشحول عليها في هذه الفتره وفي هذه الظروف انك تكون واقف دي شيم السودان وشبابه. يتواصلوا معك ناس مضررين على اساس انه تجي تساعدهم؟ والله كان قطر بيجيني في اليوم 1000 تليفون صدقني. ما شاء الله. ان شاء الله بشوف. انا بتكلم معاك، الخط ده مشغول والتليفون الثاني صمته وسايق في الشارع كلامنا كله. يا سلام يا سلام، شكرا يا عبد المنعم وبنترك بالتوفيق ان شاء الله. شكرا على هذه المبادره، ونحن كسودانيين دائما ما مشحودين على كده. شكرا يا عبد المنعم، ربنا يديك الصحه والعافيه. ربنا يعينك ان شاء الله. الله يكرمك. الله يعافيك. يا حسام انه امثال عبد المنعم برضه يحاول برضه يقدموا نفسهم حتى ساعد بالقليل عشان نحن نقدر نتخطى هذه المرحله. اكيد اكيد محمد. استاذ عماد بترك المجال للكلمات والرسائل الاخيره. أرضى الله العون والسلام وجبر الضرر بصورة عامة بالجهود المشتركة على مستوى الشعبي وعلى مستوى الرسمي. أنا والله برضو أديني فرصة أحيي أخونا عبد المنعم، والله دي المبادرة الجميلة منه في الظروف دي وفي ظروف مشاكل الوقود. وافتكر انه يقوم بمبادره زي دي كتر خير وكثير يعني. وافتكر في 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 نماذج كثيره افتكر شغاله في الجهد الشعبي. الرسائل المفروض لازم تصل انه والله لابد من معالجات جذريه ومعالجات على مستوى التخطيط الاستراتيجي على المدى البعيد في موضوع مشاكل الفيضانات المتكرره. لا بد للدوله ان تفكر بشكل جاد جدا بحيث انه والله بعد بخطه عشريه بخطه خمسيه بحيث انه نعم. والله خلال الفتره القادمه دي ما يكون في فيضانات يتضرر منها الناس ان شاء الله. المواطنين ذاته سلوكهم البيئي لا بد ان يتغير بحيث انه والله الاصرار في السكن مع المزارع او مشاكل زي دي لا بد انه يتغير. دي مدرسه بتاع ثقافه عامه. نعم. والان معظم الاهالي اذا جينا قدرهم يطلعوا من الحته دي قد يكون التعامل بعاطفه اكثر. نسال الله سبحانه وتعالى انه فيتغير الحياه دي. شكرا جزيلا استاذ عماد ابو شامه. نمضي ونتواصل معكم مشاهدينا.